لأي مدى أنه أمريكا اليوم راح تستمر بدعم هذا الكيان خصوصا بوضع الانتخابات والثورة الشعبية بالداخل الأمريكي؟ الولايات المتحدة الأمريكية ستدعمه بالأموال، برغم أنها كل 100 يوم تزيد ديونها، الدين العام بمقدار 1 تريليون، هي مررت أكثر من 100 صفقة بدون أن تمر على الكونغرس من السلاح، بل مخازن السلاح الموجودة في الكيان الصهيوني شبه مفتوحة لهذا الكيان للحصول على ما يشاء. وربما يقوم الحزب الديمقراطي مع تناقص حظوظه بالدخول في حرب من أجل تمديد بقائه في السلطة، لأن الدستور الأمريكي يقول عند وجود حرب فإن الرئيس الحالي يستمر في السلطة.